السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نبدأ النهاردة إن شاء الله. هنعمل هنا البيلدينج دي أو البلوكس، وهنبتدي نجمع المشهد بقدر الإمكان. هنحط البريدج مع الترين، وهنحط برضو الهاوس لايت. والمحاضرة اللي بعدها إن شاء الله هنعمل بقى البحر إن شاء الله، ونبتدي نعمل الأنيميشن. طيب هنمسح ده كله دلوقتي كده، وعاوزين نعمل البلوك او البيلدينج اللي احنا شفناه دلوقتي. طبعا هنعمل كيوب بالشكل ده، بس عاوزينه يبقى ايه، كام اكبر طبعا من كده شوية، 500 مثلا في 650 في 650. تمام، لو دوسنا اتش كده علشان نشوفه حاجة بالشكل ده. بس انا عاوزة الكيوب ده او البيلدينج ده اللي انا بعمله دلوقتي، عاوزة يكون فوق الجريد بتاعتي. شايفين هو يعتبر في السنتر في النص. طيب في هنا بلوجن انا هستخدمه اسمه دروب تو فلور. تمام، هو البلوجن ده فيه، ومجرد ما دوست عليه جاب لي الكيوب بتاعي فوق الجريد بالظبط. جميل، انا هنزله لكم. بعد ما بتنزلوه بتحطوه جوه ملف السينما جوه فولدر البلاجنز بس، وبيبتدي يظهر هنا في قائمة بلاجنز، وتقدروا تشتغلوا عليه عادي. طيب بعد كده هيبقى فيه كده، هنعمل كنترول، سوري، هنعمل كنترول ونسحب عشان نعمل دوبليكيت، وهنعمل ده الجزء الطوب بتاعها. عاوزة اتأكد بقى ان هي مظبوطة حاجة بالشكل كده، مظبوطة جدا. بعد كده عاوزين نعمل بلين. البلين فين؟ ادي البلين، طبعا هنطلعها فوق كده شوية، عاوزين تكون على قدها بالظبط. دي هتكون 500 صح، والتانية الهايت هيبقى 650، وننزلها كده شوية بحيث ان هي تكون على القد بالظبط. تعالوا كده نتأكد ان هي عليها بالظبط. هي ممكن تكون فوقها بحاجة بسيطة قوي، يعني ممكن ننزل كده حبة بسيطة. طيب تعالوا بقى نعمل الماتيريالز. طبعا انا عندي هنا ماتيريالز كتير جدا، انا همسح ده كله. جميل، تعالوا نعمل اول حاجة الماتيريال اللي فوق دي، هتكون لونها اخضر ان احنا هنا هنحط شجر، فدي ممكن تكون الارضية نفسها. تمام، فهنختار اللون الاخضر درجة حاجة زي كده، نحطها على البلين ده كده اول حاجة. والجزء اللي في النص ده ممكن يبقى لونه بني شوية، يكون أقرب للبني. تمام، مش عارفة أحس إن اللون درجة تمام، حاسة إن المفروض تبقى غامقة شوية. طيب لحد كده جميل، انا برضو حاسه ان المفروض تبقى غامقين كده. طيب لحد كده تمام قوي. بعد كده عاوزين نعمل الماتيريال اللي هنا. الماتيريال اللي هنا هتبقى عامله زي ماتيريال البيلدينج مثلا. لو جينا هنا ودخلنا على البلوكس ده، ما انا كنت عامله ايه، هنشوف هنا الماتيريال دي شايفين عامله ازاي. لو انا عملت ريندر، شايفين الماتيريال اللي هي بتاعت البيلدينج او لحد ما بتبقى ايه، مش كلون، مش لون واحد. تمام، تبقى فيها حاجة كده عاملة زي النقط شوية، ده اللي هو الماتيريال بتاعتنا. تعالوا نشوف دي هنعملها ازاي. لو جينا كده عند
الملف بتاعنا، هنعمل ماتيريال جديدة. مبدئيا كده انا مش محتاجة ريفليكتنس، يعني انا مش عاوزة اعمل انعكاس، عاوزاها تكون لونها رصاصي شوية نوعا ما. وهاجي هنا واقول له ايه، اختار من تيكتشر، اختار سيرفس اللي هي الاسطح يعني، واختار عاوزين حاجة تدي شكل منقط شوية، اختار ستار فيلد. ستار فيلد عمل لي ايه الشكل المنقط ده، هاجي هنا واروح حاطه الماتيريال بتاعتي على الكيوب. اسود فابيض، بس طبعا انا مش محتاج الماتيريال تكون بالدرجة دي او اسودة كده بالشكل ده. هاجي عند اول حاجة ميكس مود، الميكس مود هنا عندي نورمال، ده الشكل النورمال بتاعه الافتراضي بتاعه. لو جيت عملت اد، اد هيعمل ايه؟ اد هيعمل هيجمع ما بين درجة اللون الاصلية color مع التكتشر بتاعتي اللي انا اخترتها هنا اللي هو الستار فيلد. طيب لحد كده جميل، جينا عملنا ريندر نظهر بالشكل ده. بس انا ممكن اعمل حاجة كمان احلى علشان تدي لوك اجمل من كده، هيجي عند الميكس سترينث وقلل شوية. ولو جينا نشوف كده من بعد كمان شوية ممكن نزود، يعني نلعب بقى في الألوان مع الميكس ده. بعتقد كده كويسة، بس ممكن أغمق كمان سنة بسيطة. أنا شايفة إن الدرجة دي مناسبة جدا. طيب أنا كده عملت بلوك و او بيلدينج، والمفروض ايه اكرره، حددهم التلاتة و الت و جي، وهسمي ده بلوك. ده كده اول بلوك عندي. بس قبل ما اكررهم عايز اعمل زي بيس او ارضية هتكون عليهم، زي هنا الشكل بتاعي ده، ده مثلا البيز بتاعي او الارضية اللي عليها كل المباني او البلوكس دي. هاجي هنا عند ده، انا عاوز اسميه، ممكن اسميه مثلا باسم مين بروجكت، وهاجي اعمل كيوب تاني. الكيوب ده هيبقى اكبر من كده، عملت 1300 مثلا او 1400 و 700، عملت 1000. لا احنا محتاجين اكبر من كده علشان هنكررهم، ممكن نخلي ده 2000. حلو 2000. هننزل ده هنا كده شوية، نجيبه كده مثلا على سبيل المثال. بقى نعمل له ماتريال، ممكن اختار درجة مثلا ما بين الاصفر والاخضر. حاجة زي كده، بس عايزين نفتحها شوية كمان. حلو حلو كده جدا جميل. عاوزين بقى نكرر البلوك كده، سميه كده بيز. وهنيجي عند البلوك ده كنترول ونعمل واحد هنا، ننزل كده شوية، طلعه يعني، نحاول نغير شوية الشكل بتاعه يعني حاجة بالشكل ده. ده هاخده كنترول تاني، ده ممكن يبقى أطول شوية. كده مثلا بعد كده هاخد التلاتة دول اعمل لهم كنترول واجيبهم هنا كده. هاخد ده مثلا اطلعه كده، انزله تحت شوية او اطلعه حسب ما انا عاوزة، او حسب ما انا عاوزة اللوك بتاعي ده. ممكن انزله سنة بسيطة عشان يبان من ده اللي في النص ده اللي هو بلوك 5. هاجي هنا
ونطلع كمان شوية. أيوة حاجة باللوك كده جميل أوي. دي مفروض تعالى كمان حبة كده حلو كده. والأخيرة دي برضو مفروض تعالى. نطلعه قدام السنة. حاجة بالمنظر ده. خلي بالكم انا لحد الان البروجكت كان مفيهوش اي مشكلة وهيكون خفيف، بس في وقت ما لو انا زودت عدد البلوكس دي قوي تتقل مني. ليه بقى؟ لان انا المفروض بعد كده هحط هنا على كل سيرفس من دول احط اشجار كتيرة جدا. فطبعا كل ما بيزيد عدد الاسطح او عدد بلوكس طبعا هتزيد عدد الاشجار بشكل فظيع جدا. ممكن نحط ورق 2 أو 3 تانيين، يعني اللي عاوز اللي هو جهازه هيبقى تقيل او امكانياته مش قوي ممكن يكتفي بدول. تمام. وممكن نحط ايه اللي جهازه ممكن يستحمل بقى، ممكن نحط هنا ايه 2 أو 3. انا ممكن احط 2 مثلا، يعني ده عاوزينها اطول شوية. ويجي هنا اللي هو المفروض اطول ده. حاجة بالشكل ده مثلا. وعاوزين نعمل واحدة تانية تحت، هيجي عند البلوك كده وكنترول. ممكن انزل دي ده مثلا شكل. طبعا المفروض برضو نطول ده، بس عامة احنا لو هناخد الفيو كده احنا هناخده كده من هنا كده، فمش هيبان ورا اي حاجة، فكده الدنيا تمام عندنا. كويس جدا. ده انا عاوز اطوله شوية. كويس لحد كده. طيب بعد كده المفروض نعمل ايه؟ عاوزين بقى نجيب البريدج نفسه والترين ونبتدي نكون المشهد بتاعنا. هنيجي هنا عند البريدج. طبعا احنا كنا مظبطينه مع الترين. هناخد الاتنين دول كده واديت كوبي، وندخل على المين برو بتاعنا وهنقول اديت ليست. طبعا جالنا هنا كده في السنتر. نجيب شوية طلع قدام كمان، اعتقد كده كفاية. نطلعه فوق حبة بسيطة بس كفاية كده، اعتقد كده معقول. يعني انا شايفة ان كده معقول اوي. حلو قوي كده. طيب لو احنا حابين بقى ايه، المفروض ان الترين ده لما اجي امسكه كده وابتدي احركه كده، طبعا المفروض يبقى فيه هول هنا او مكان فتحة هنا يدخل منها الترين. طيب هنيجي نعملها بقى ازاي. هجيب هنا سلندر اهو كده مش شايفاه اهي، واخليها على الاكس. نقرب بقى شوية علشان نشوف. طبعا هستخدم ايه البول طبعا، ونجيبها كده ندخلها شوية. نكبرها كمان اعتقد كده كفاية. وبعدين لو احنا حبينا ان احنا نزود نبقى نزود. طيب ايه السلندر دي هنحطها مع ايه؟ مع البلوك. انهي بلوك؟ اول بلوك كده. تمام. هنيجي هنا عند السلندر نطلع البلوك بتاعنا ده ونجيب بول.
نحط بقى الاتنين جوه البول. طبعا المفروض يبقى البلوك هو اللي فوق علشان يظهر لي بالشكل ده. هني هاجي عند البول واقول له هايد، لان انا بصراحه مش بحب اللاينز اللي بتظهر دي، ونبتدي بقى نكبر في السلندر شويه. انا حاسه ان انا صغير قوي نوعا ما يعني. يمكن نكبرها كده، نزود شوية كمان، بس كفاية كده. عامة على فكرة الأجزاء اللي جوه دي كده كده مش هتظهر يعني، خلي بالكوا يعني، فعادي مفيش مشكلة يعني. لو احنا جينا دلوقتي جينا عند الترين، لو احنا هنعمل له انيميشن طبعا، هنيجي نمسك الاكسس بتاعته هيتحرك بالشكل ده كده لحد بقى الاخر. طيب دي كده حاجة. في عاوزين هنا نعمل كمان حاجة كأنه زي اطار ليه يعني. هنجيب ايه بقى ونعمل ايه؟ نعمله بالتيوب برضو، نطلعها كده كبيرة قوي. طب على الاكس 200 دي كتيرة، ممكن نخليها 100، نطلعها كده مظبوطة أعتقد، نطلعها كده بقى قدام. بس الـ50 دي هنزودها، طبعا الدنيا كده والفريم ديفولت. نيجي هنا نقرب، بلبسنا حلو كده، والجزء الخارجي ده برضو يقل شوية، بس كده كفاية 92. ونطلع كده سنة بسيطة بس كده، معقولة يعني. أنا شايفة إن كده الشكل معقول أوي. لو انتوا حابين تحطوا ماتيريال ممكن نحط مثلا الدرجة دي، معقولة حلو أوي كده. احنا عملنا خلاص البيز، فاضل بعد كده هنجيب ايه مثلا؟ هنجيب اللايت، الهاوس لايت بتاعنا، ناخده برضو ايديت كوبي، ونرجع للمين بتاعنا نقول له edit edit list. البروجكت بقى هيبتدي يتقل على فكرة، خاصة انه احنا هنبتدي نجمع كل الاجزاء اللي احنا عملناها في الملف ده. ممكن ندخل على الرايت ودوس من اتش. لو انا حبيت اعمل سكيل عشان يطلع كويس يعني، حبيت اعمل سكيل للهاوس لايت ده بحيث ان انا اكبره او اصغره، هاجي هنا عند انيبل اكسس و ابتدي انزل الاكسس بتاعتي لتحت شويه، تبقى تحت كده هنا كده، واشيل الانيبل اكسس وارجع هنا تاني. طبعا يعني ممكن تكبر او تظهر حسب ما احنا عاوزين. ممكن نعتبر ده كده الفيو بتاعنا. كده فاضل لنا حاجات بسيطه جدا. ان شاء الله المرة الجاية هنبتدي نعمل البحر السي، وهنبتدي نعمل الشجر الاول، هنحطه بقى على كل سيرفيس من دي. وبصراحة هيبتدي فعلا المشروع يتقل من اول الخطوة اللي جاية. نشوفكم المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.